إطار الاحتفال بذكرى 25 تربوجة الملك محمد السادس على العرش، فتعطت انطلاقة ديال أكبر جسر في المغرب اللي هو المسافة ديالو هو كيلومتر و600، وهذا تيدخل في إطار نموذج التنموي الجديد ديال الأقاليم الجنوبية اللي عطى انطلاق جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهذا النموذج ركز على هذا البعد لأنه هذا الطريق اللي فيها أكثر من 1000 كيلومتر فهي عندها وقع جد إيجابي. أولا تتقلص الساعات ديال السيران، بالنسبة للسيارات العادية تتربح 5 سوايع وبالنسبة للشاحنات 7 سوايع. ثانيا انه تمكنت كذلك باش انه يكون عنده وقع جد ايجابي على المنطقه من حيث الاستثمارات. فاليوم مع الميثاق الجديد ديال الاستثمار فهذا فتح المجال للعديد من المناطق الصناعيه والاستثمارات في المنطقه، بحكم ان هنالك هذا التقريب كذلك ما بين الاقاليم من خلال هذه الطريق. ونقطة ثالثة وهو بالطبع فهو تحفظ كذلك على سلامة المواطنات والمواطنين يتخذوا هذا الطرقان. وأخيرا فهي تتلعب دور كذلك مهم على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي. ما ننسوش بأن هذا الطريق اللي عنده واحد الأهمية قصوى فهي تم بنائها من طرف بناؤها من طرف شركات مغربية كانوا محلية أو جهوية أو وطنية، وهذا افتخار لنا جميعا. حتى بالنسبة للجسر فهي كذلك شركة مغربية هي التي ستقوم كذلك ببناء هذا الجسر.